أول ما تشوف نمل بيطلع وبنزل من الشجرة عندك اعرف إنه في عندك إصابة حشرية. تعالوا تفرجوا، تعالوا عطول مباشرة تفرجوا خط النمل هان. هيو هيو هيو، اليوم لاحظت إنه بيطلع وبنزل، معناته في عندي إصابة حشرية يا إما بالمن أو بالبق الدقيقي. باجي بتفرج على الأطراف عطول لاحظت هيو من طلعوا هذا بس في يوم وليلة. شايفين الإصابة على الأطراف هان، شجرة التكمارية عطول بدي أجيب مبيد حشري قوي، المادة الفعالة فيه مثلا ميلاثيون، ورش الشجرة مباشرة بروح النمل. هذا النمل بيعمل على نقل هذه الحشرة من شجرة لشجرة، ليش؟ لأنه بتغذى على الندوة العسلية اللي بفرزها هذا المن.